إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد معكم في برنامجكم الإسلام والحياة. لازلنا وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني، نرحب وإياكم بفضيلته. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا شيخ أسامة، أهلا وسهلا. مشاهدين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة عبر قناة التناصح الفضائية، يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا على الشاشة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم، فنبدأ على بركة الله. دكتور، نبدأ على بركة الله. موضوع حديث الساعة، وقد تناوله الإعلام بشكل واضح وله أثر كبير، وهو الهجرة غير الشرعية والعصابات المنظمة في الهجرة الغير الشرعية والكسب من خلالها، مما أدى إلى وفاة أعداد كبيرة في عرض البحار، وهذا مما يعرفه القاصي والداني والقريب والبعيد. فأصبح الشغل الشاغل هي مكافحة الهجرة الغير الشرعية. طبعا هناك بعض الناس يكونوا دعم كما يقولوا لوجستي لهذه العصابات من أجل يتحصلوا على لعاعة ويحصلوا على بعض الأموال، ولا يعرفون الحكم الشرعي في مثل هذه الأعمال. لو تكلمنا فضيلة الدكتور عن الهجرة غير الشرعية والتهريب بصفة عامة، هذا بيان للناس. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أحييكم جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الموضوع في الواقع صار أمره شائك، يعرض الوطن كله للخطر، وسببه هو أطماع بعض الناس في التحصيل على بعض الأموال بطريق غير مشروع. الهجرة غير الشرعية التي صارت الآن يعني سيلاً جارفاً يتقاطر إليه الناس من مختلف البلاد، سواء كانت بلاداً إفريقية أو بلاداً أخرى عربية، جعلت ليبيا هي المحطة التي تصدر هذه الجيوش البشرية التي صار العالم يحسب لها حسابا كبيرا ويحمل ليبيا مسؤوليتها. والأمر يعني يحتوي على أشياء كثيرة هي محرمة شرعا. الأمر الأول، هؤلاء الناس، العصابات التي تتولى تنظيم هذه الهجرة وتصديرها إلى أوروبا بسبب ما تأخذه من الأجرة من هؤلاء الناس. هؤلاء الناس كما هو معلوم ناس إما مضطهدون في بلادهم أو فقراء معدمون، يمنون أنفسهم أنهم إذا ذهبوا إلى أوروبا سيجدون جنة الله في الأرض،
فيأتون يعني في حالة يأس، يجمعون كل ما يملكون من أموال، سواء كان تحصوا عليها بعرق جبينهم وعملهم وكذا، أو يبيعون ممتلكاتهم ويدخلون البلد بطريق غير مشروع، ثم بعد ذلك يجازفون ويخاطرون بحياتهم. تتلقاهم عصابات مهمتها أن تأخذ ما معهم من أموال، كل الأموال التي تحصل عليها تأخذها منهم مقابل أن تجهز لهم قوارب مستهلكة فاقدة لأدنى شروط السلامة التي هي شرط أساس في من يركب البحر، فهم لا يبالون بحياتهم ولا بالمخاطر التي تنتظرهم، وإنما همهم أن يأخذوا منهم أموالهم، ثم يضعونهم في هذه المراكب المكتظة التي يضعون فيها أعداداً أكثر من حمولتها، بالإضافة إلى أنها يعني هالكة، قوارب هالكة، فنسبة كبيرة منهم يعني في لما تصل عرض البحر يموتون. ورأينا في بعض الأسابيع أن الوفيات ارتفع أعدادها بنسبة كبيرة، وصلت حتى يعني 700 و800 في اليوم الواحد، وهذا قضى مضجع العالم وصار يحسب لهذه المسألة حسابا، وصارت الدول تعقد في اجتماعات وتضع في الخطط، فتضع ليبيا ضمن البلاد التي تهدد أمن تلك البلاد الأوروبية، وهذا يزيد الأمر شدة وصعوبة على بلادنا، ويعرضها لمخاطر تدخل أجنبي، ويعرضها لأن توصف بأنها دولة فاشلة. فالأول الناس الذين يرتبون هذه المسائل ويأخذون الأموال هم عملهم أشبه بمن بالقاتل، يعني القتل قتل شبه عمد، يعلمون علما غالبا على ظنهم أن كثير منهم لا يسلم، يعني شبه يتيقنون أن نسبة كبيرة منهم لا تسلم، فهم يلقونهم إلى الموت. وقتل المسلم مقابل أن تأخذ ماله هذا من يعني أشد الجرائم، التي هي بالإضافة إلى كونها جريمة قتل نفس، والله عز وجل توعد عليها بالعذاب الشديد والخلود في النار، بإضافة ذلك هي مسألة تصدر من الناس كأنهم عديمو الإنسانية، كأنهم لا يحسون، كأنهم ليسوا بشر، يأخذون مئات من الناس يضعون في البحر يقتلونهم من أجل أن يأخذوا أموالهم. فهذا لا شك أن هذا إثم عظيم، وأن المال الذي يأخذونه هو مال سحت ومال حرام، يمتصون به دماء الضعفاء والفقراء ويقتلونهم، ولا يمكن أن يكون هذا المال يعني يرجع عليهم بالثراء ولا بالخير كما هم يزعمون، بل هو يعني سيكون وبالا عليهم في أنفسهم وفي أولادهم وفي عائلاتهم وفي مصيرهم. ولما كان هذا الأمر محرما ويؤدي إلى قتل النفس، فكل أجرة عليه تكون محرمة لا شك في ذلك، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم أكل ثمنه، والله تبارك وتعالى يقول: ومن قتل نفسا بغير نفس، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا على جانب الذين يرتبون هذه المسائل ويهربون البشر مقابل المال ليقتلوا الناس. أما الذين يقدمون على هذا العمل أنفسهم الأفارقة وغير الأفارقة، فهم في الواقع يلقون بأنفسهم إلى التهلكة ويذلون أنفسهم، وهذان أمران محرمان شرعا. المسلم والمؤمن لا يذل نفسه أبدا ولا يعرض نفسه للموت، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهم يعلمون من إخوانهم ومن سبقهم أن كثير منهم يموتون في عرض البحر ولا يتحصلون على شيء، فهم أيضا آثمون. لكن هذه المسألة أصبحت يعني مسألة خطيرة ومسألة كبيرة، لابد من وقفة جادة، سواء كان بالمجتمع الدولي الذي يلقي باللوم على ليبيا، أو كان من الحكومة، حكومة الإنقاذ الوطني والمؤتمر الوطني، لابد من اتخاذ إجراءات حقيقية صارمة،
لا بأس أن يستعينوا فيها بالتقنية الحديثة اللي الآن متوفرة عند الأوروبيين الذين هم أنفسهم يريدون أن يعالجوا هذه المسألة. يقولون لهم إن كنتم جادين فعلا في حل هذه المشكلة فنريد منكم أن تعينون على مراقبة نقاط الحدود. نقاط الحدود هي معروفة عند أهل الخبرة ولا حتى عند الناس الذين يملكون التقنية أن هناك منافذ محددة معينة هي التي يمرون منها، هي التي تأتي من هذه القوافل، ليس هي إذا كان يعني عرض الحدود أو المنافذ البرية مع ليبيا 3400 كيلومتر، ليست كل نقطة من هذه المسافة الكبيرة يدخل منها الناس، بل هناك أماكن محددة معروفة يعرفها حتى أهل الصحراء أنفسهم الذين يعيشون فيها. فعلى حكومة الإنقاذ وعلى المؤتمر الوطني أن يستعينوا بالتقنية وبالخبرات ويشكلوا فرق حقيقية صادقة تريد تعمل يعني خفارة ويمدونها بالمعدات وبالإمكانيات بحيث تداهم هذه الفرق التي تأتي الآن بالآلاف، ليست هي يعني أعداد قليلة حتى يمكن الغض عن النظر عنها ويمكن حتى أن تتهرب حتى تتهرب من الرقابة، بل هم يأتون بأعداد قوافل كثيرة آلاف. فلما تكثر مداهمتهم والقبض عليهم في الصحراء وتنفذ عليهم القوانين العقوبات الصارمة، يعني لا نقبل احنا ما يفعلون بهم الآن، ينقذونهم من البحر ثم بعد ذلك يعطونهم اللجوء السياسي ويعطونهم مرتبات ويعطونهم كذا، لا، تطبق عليهم القانون. أي إنسان يدخل البلاد من غير إذن، يدخل بلاد متسلل، هذا قد يكون عدو لك، قد يكون عدوا لك، قد يريد أن يعمل جريمة يقتل الناس، فلابد أن تطبق عليهم القوانين ويحجزوا في معتقلات سجون، بحيث أنهم يعلمون أن من يأتي نسبة كبيرة منهم سيقعون في قبضة الأمن وستوقع عليهم العقوبة بحيث تقل أعداد هؤلاء القادمين. لكن محتاجين إلى أمرين، محتاجين إلى الاستعانة بالناس الذين هم تضايقوا في أوروبا بهذه المسألة بأن يوفون بالتقنية والرقابة عن طريق الطائرات وكذا، والحكومة حكومة الإنقاذ والمؤتمر أن يتخذوا قرار في هذه المسألة قبل فوات الأوان. نعم، بارك الله فيك دكتور. قد يكون هناك اعتراض أو تساؤل لدى الآخر الذي من خلال كلامك ذكرت أنه قاتل لنفس، لأنه يعني يغلب على الظن الموت لمن يحملونه. دكتور، لو قال لك أنا لما قمت بهذا العمل أنا أعرف أنه تهريب وحرام لكن لا يصل لدرجة القتل، هم جاءوني من تلقاء أنفسهم وعرضوا علي الأموال وأنا نقلتهم في البحر، أنا لم أتعمد قتلهم ولكن هم برضاهم قاموا وبرغبتهم قمت بهذا العمل وقاموا بالسير في عرض البحر، فكيف تحكم أني أنا قتلت متعمدا لهؤلاء؟ لكن هذه شبهة لا قيمة لها على الإطلاق، لأننا نقول له لو جاءك إنسان وقد يئس من حياته ويريد أن يتخلص منها وقال لك خذ هذا السكين أو هذا المسدس واقتلني، وقتلته بناء على طلبه وموافقته، هل تكون قد نجوت أنت من قتل النفس؟ لا أبدا، أنت لازلت قاتل للنفس، ولو أنه رضي بالموت هو آثم وأنت آثم، لأن الموت والقتل قد يشترك فيه جماعة. معروف كلمة عمر رضي الله عنه عندما سئل على جماعة يتمالوا على قتل رجل في اليمن في صنعاء، قال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، فسماهم كلهم قتلة. فقد يكون هو قتل نفسه ومن أعانه ومن جهز له المركب ومن أخذ منه المال، كل هؤلاء قد يكون قتلة إذا كانوا هم يعلمون ما يفعلون. دكتور، هل يكون هناك بعد آخر على الأمن القومي لليبيا لإثبات أنها دولة فاشلة وأن الثورة هذه ثورة صنعت النكبات والمصائب على البلاد وهم المهاجرون يتدفقون على ليبيا وأن هناك أيدي تعبث بهذا الملف؟ نعم، هذه حقيقة الآن تكاد تكون واضحة وضوح الشمس. وللأسف يتعاون على هذا الأمر المخيف، الشبح المخيف الذي يهدد الوطن بأسره،
تتعاون عليه بعض الدول الإقليمية. وربما أن أتمنى أن مكافحة الهجرة الشرعية الموجودة الآن أحيانا تضبط بعض المراكب وتضبط بعض الناس، تضبطهم متلبسين. نعم. أتمنى أن يؤخذوا إلى تحقيق شفاف وينشر هذا التحقيق في الإعلام لنعرف من وراءهم. هناك دول تبعث بمخابراتها وتبعث بأناس يتظاهر بأنهم أناس مجرد يبحثون على المال والكسب فقط، وهم في الواقع ينفذون مخططات خطيرة جدا لإطاحة بهذه الثورة المباركة في ليبيا، وتصوير الأمر على أنه أصبح ميؤوسا من علاجه، لأنه عندما تتفاقم هذه الأعداد بالآلاف وبالملايين وتصعب السيطرة عليها وتصبح مصدر تهديد حقيقي لدول أخرى، هذا بالتأكيد سيكون ذريعة وتمهيد وتوطئة للمجتمع الدولي الذي ربما هو أيضا داخل في هذه اللعبة، بأن يجد لنفسه المبررات ويقول احنا نصحنا و عملنا مبعوث أممي وكان عندنا استعداد للعون وكذا، ولكنكم أنتم لم تسمعوا ولم تقبلوا نصائحنا، فأنتم الآن أوصلتم بأنفسكم إلى نقطة أنه لا حيلة لنا إلا أن نتدخل، لأنكم أصبحتم دولة فاشلة لا تقدر على حفظ الأمن، تهدد سلامة الآخرين، فتقوى بعد ذلك لا يبقى عذر لنا كيف ندافع عن أنفسنا. لكن نريد قبل أن نصل إلى هذا الأمر الخطير الشنيع، نريد أن نضرب بيد من حديد على من العصابات التي تتولى هذا الأمر وتشجعه، تتولاه وتشجعه، وهي في الواقع مأجورة وعميلة لدول أخرى تتمنى أن تتدخل في ليبيا وتقوض النظام العام وتجعل ليبيا يعني كأن لم تكن، كأن ثورتها كأن لم تكن، لأنهم يسعون الآن إلى هيمنة سلطات مستبدة قاهرة تعيد ليبيا إلى أسوأ من الحال الذي كانت عليه في عهد القذافي. اللهم اللهم لا. طيب دكتور، موضوع آخر هو متعلق بالكسب وبرنامجنا، هو الحديث عن قضايا الساعة. من الأمور المتعلقة بالكسب اليوم وهي موجودة ويسأل عنها كثير من الناس، موضوع الوساطة في الاعتمادات التي تفتح من خلال البنوك. أنت تعلم أن هناك قد يكون هناك بعض التعثرات أو التعثير الحقيقي والمصطنع، وأنا أركز على كلمة مصطنع لعرقلة حقوق بعض الناس، فيأتي بعض الموظفين أو المدراء الضعاف النفوس فيعرضوا على التاجر تسهيل الاعتماد والتعجيل بالإجراءات بحيث يتم أخذ ما يريده، ويكون هذا الوسيط يعرض عليه أن يكون شريكا له في تجارته، يأخذ الربح من هذا الاعتماد أو يأخذ النصف بحسب ما يتفقون عليه، باعتبار أنه من سهل له وكان سببا في التعجيل بالإجراءات، وأصبح الموضوع هذا يعني يقض مضاجع الناس لظهور على السطح. فهل من كلمة ورسالة لمثل هذه الأشياء التي بدأت تدب في المصارف خاصة في الاعتمادات؟ نعم، ودائما يجب علينا أن نبحث عن الأسباب بحيث نعالج، لأن هذه هي منهجية الشرع. الشرع الحكيم في علاج الأمور دائما يتجه إلى علاج الأسباب، لأن هذه أقصر طريق للحد من أي فساد ومن أي خلل. يعني تقصد أسباب التعطيل يا دكتور؟ يعني تقصد أسباب التعطيل وأسباب التكالب على هذه المسألة وتعقيد الإجراءات فيها، لأن عندما تكون الأمور طبيعية والنقد الأجنبي متوفر لا أحد يلتفت إلى هذه المسألة، الأمور كلها تمشي في يعني بسلاسة. لكن ننظر الآن الأزمة التي تمر بها ليبيا فيما يتعلق بالنقد الأجنبي
وأنها الآن معرضة إلى الإفلاس، وارتفعت السوق السوداء في ليبيا الآن إلى رقم قياسي غير مسبوق. يعني هذه الزيادة الكبيرة في سعر العملة الأجنبية تجعل الناس يتكالبون على موضوع الاعتمادات، لأن الاعتمادات ستكون بأسعار مخفضة، نعم، يعني أقل بكثير مما هي في السوق، نعم. وكما نعلم أن الاعتمادات في المدة الأخيرة، عندما لو أردنا نتمنى أن تكون هناك دائما يعني إحصائيات شفافة تبين للناس بحيث نعرف مدى خطورة التكالب على هذه المسألة وفضح المفسدين، نعم، والسراق. لو يعطوك إحصائية مثلا لاستيراد السلع، مثلا أي مادة، مواد غذائية، مواد تنظيف، اعتمادات فتحوها ليأتوا بها مثلا مواد غذائية أو سلع، تجد أرقام خيالية يمكن تمول الصين، مش تمول ليبيا لستة ملايين. الله المستعان. أرقام خرافية خيالية. هذا طبعا دليل قاطع بأن هؤلاء الناس لا يدخلون سلع، ونسبة كبيرة منها لا تدخل بلد، وأنما هو اعتمادات على الورق، يسحبون بها النقد الأجنبي في الخارج ثم يأتون به إلى السوق السوداء ويأخذون فروق الأسعار. كل دولار عنده فيه دينار صحيح يابس هكذا مستقل. الله. فطبعا هذا شجع الناس وجعلهم يتكالبون على الإقبال عادي، وعندما يصعب عليهم الأمر تجد الناس يسمون أنفسهم وسطاء، يسهلون المهمة ليأخذوا نسبة مقابل، يسموها مقابل خدمة. لما قال لهم العلماء أن هذه النسبة في الواقع، وإن سميتوها أنتم هي مقابل خدمة، لكن في الواقع رشوة حرام، سحت، تأكلون نار في بطونكم لا يحل لكم، اخترعوا أشياء أخرى لا تخطر ببالك. فيبقى هذا الوسيط هو لا يأتيك أحيانا مدير البنك ولا الموظف ولا كذا، وإنما يأتيك شخص آخر بعيد كل البعد عن هذا المجال ويقدم لك اقتراح ترى ظاهره يعني أنه لا بأس به، وأنه يعني رحمة ولا إشكال فيه، وأنه حلال. وهذا واقع، لأنهم يأتون إلى دار الإفتاء ويسألون هذا السؤال. آخر واحد يسأل يقول تاجر إذا افتح اعتماد تعطلت إجراءات، فأتاني شخص وقال لي ما رأيك أن نسهل لك هذه المسألة لكن أكون شريكا معك. يا سلام. هكذا كل بساطة يعرض الكلام، يكون شريكا معك فقط في هذا الاعتماد، أخذ منك نصف الربح وأنت ما تخسر شيء، نصف الربح تأخذه أنت. الله. فيظن أن هذا المثل هذا أمر لا حرج فيه، وأنها شركة، وأنها يعني من الحلال حله الله، لكن في الواقع هذا من أخبث الحرام. لأنك عندما تأتي الحرام وتعلم أنه حرام، يبقى ضميرك وقلبك يؤنبك أنك هذا لابد أن تتوب، لابد أن تتخلص من هذا المال، لابد تحس بالذنب. لكن عندما تقدم عليه تحت اسم هذه مشاركة ولا هذه عمولة وتقدم عليه أنه حلال، بعد ذلك نفسك تقول لك هل من مزيد، ويبقى الفساد والرشوة والأمور هذه تتسع وتتوسع وتصبح مألوفة ومعروفة عند الناس ويدافعون عليها. هذا من الإثم ومن السحت ومن الحرام ومن التحايل. ليش صنع اليهود؟ ليش صنع المسلمين؟ هم الذين إذا أتاهم أمر من الله بتحريم شيء يتحايلون عليه ويقولون لم نعلم، لم نعمل ما نهانا الله عنه، وإنما عملنا شيئا آخر. حرم الله عليهم أكل الشحوم، ماذا عملوا؟ أذابوها وجمعوها وباعوها وأكلوا ثمنا. قالوا نحن لم نأكل شحوما وإنما دنا هذه المس. هذا كله يعني خبث ومكر، ولكن لا يحق المكر السيء إلا بأهله. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا تخفى على الله خافية. فالمسلم عليه أن يكون، لأن التقوى هي في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هاهنا، التقوى هاهنا وشيل قلبه، لا ما يتلفظ باللسان ويزينه لنفسه أو يزينه للآخرين. فالإقدام على هذه المسائل أمر محرم. ولكن أيضا نرجع تنبيه بس نقطة، ما الذي أوصلنا لهذا الأمر وجعل العملة الصعبة يعني الآن تكاد تنضب من المصارف وما لا يتحصل عليها الإنسان إلا بشق النفس حتى في الأشياء الضرورية؟ السبب في هذا أننا لازلنا نسلم موارد ليبيا النفطية التي هي ملك للشعب الليبي كله، لازلنا نسلمها
في أيدي عصابة من قطاع الطرق مستولية عليها منذ أكثر من سنة، وسببت للبلد خسائر مباشرة حسب تقرير ديوان المحاسبة. هذه خسائر مباشرة، ليس ما يترتب على ذلك من فساد آخر. 60 مليار، 60 مليار سرقوا هؤلاء قطاع الطرق تحت اسم جدران وعصاباته ومن ولاه من شيوخ القبائل المفسدون المجرمون الذين الله عز وجل سينتقم منهم، لا نشك في ذلك أبدا، لا نشك، لأن هذه أموال الضعفاء المستضعفين من الناس، الفقراء المحتاجين الأرامل، هل يمكن أن يأتي أحد ويسرقها ويأكلها ويعينه عليها من يعينها من حكام السابقين ولا رسائل وزارات ولا مؤتمر وطني من بعض أعضائه المجرمين الذين تورطوا في هذه السرقات وهذه الرشاوي؟ نعم. هل يظن أنهم سيفلتون من عقاب الله؟ لا يمكن، لا يمكن، عقاب الله سيقع بهم قطعا، لا نشك في هذا أبدا. الله يعني أحكم الحاكمين والعدل، والله عز وجل هو العدل كله، ولا يزالون إلى حد الآن لا يزالون مستولين على أموال ليبيا، والناس ساكتون، الناس لا ينظرون إلى أصل المسألة، دائما لا ينظر إلى أصل المشكلة، لا يعالجونها، يغضون النظر عنها، ثم بعد ذلك يا هؤلاء الناس الذين سرقوا أموال البلد وسببوا هذه الجرائم والفساد يسربون إلى عملائهم وإلى المنتفع منهم أنهم يشغلوا الناس بقضايا أخرى لا علاقة لها بأصل الموضوع، لا يشغلون بأشياء أخرى يتعلقون بها وينسون أصل المشكلة. طيب دكتور، لو نرجع للوسيط الذي يسهل الإجراءات ليكون شريكا، وبينت جزاك الله خير الحكم، لكن الوسيط يقول لك أن التاجر قد رضي بذلك برضاه، يعني لست مكرها له ولا كما يقولون غصبا عنا، أنا عرضت خدمتي وهو رضى وهذه العقد فيه التراض وهذا حلال زلال. صدقت بارك الله فيك، ولكن هذه أيضا شبهة أوهى من التي قبلها، لأن أي حكم من الأحكام يحرمه الله عز وجل دائما بالإضافة إلى ما فيه من حقوق العباد فيه حق لله سبحانه وتعالى، زي ما في القوانين أخذوا ما يسمى بالحق العام، أخذوه من الشريعة الإسلامية. الله أكبر. الشريعة الإسلامية أي حكم من الأحكام فيه حق للعباد هو أيضا فيه حق لله تبارك وتعالى. نعم. والأحكام في الشريعة الإسلامية تتفاوت، منها ما يغلب عليه حقوق العباد مثل سرقة أموال الناس والاعتداء عليهم وأموالهم وكذا، يغلب عليه حقوق العباد. هناك أحكام يغلب عليها حق الله تبارك وتعالى، لأن الله حرمها ابتداء قد لا تحريمها لا يمس مباشرة شخصا بعينه، لكن الشرع يحافظ على عامة الناس وعلى المجتمع وعلى المؤمنين وعلى المسلمين وعلى الإنسانية حفاظا، يؤمن لهم حياتهم وحقوقهم ليعيشوا مطمئنين مستقرين. من أجل ذلك الشرع يضع الأحكام لتحفظ هذا الاستقرار وهذا الأمن وهذا الحفاظ على الحقوق العامة. فعندما تنتهك هذه الأحكام يترتب عليها في الغالب ليس ضرر مباشر على شخص بعينه، وإنما يترتب عليها ضرر ينزل بعامة الناس، ويسمى هذا الحق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتنازل عنه. فلا يشترط الرضا لا في تحريم الربا ولا في تحريم الزنا ولا في تحريم الخمر ولا في تحريم الرشوة، لا يشترط فيها الرضا، لا، هذه أشياء الناس جميعا يقبلون عليها برضاهم وبرغباتهم ويحبونها، لكن لما يترتب عليها من مفاسد ليست فقط بصاحبها الذي يفعلها وإنما بالمجتمع بأسره، لأن الرشوة لما تحل بالمجتمع وتسري في كيانه المجتمع كله يدمر، لا تبقى له باقية، كل كياناته وكل قيمه وكل أخلاقه وكل الحفاظ على حقوق الناس وحرماتهم كلها تنتهك. لما الناس يرضون بالرشوة ويقبلون عليها وتسري فيهم وتتفشى
عاقبتها وخيمة على المجتمع بيسري. بارك الله. فإذا مثل هذه الحقوق حتى لو قال شخص أنا رضيت ولا أخذت منك مالك برضاه، لأن ما في حد يدفع الرشوة إلا برضاه، لأنه يزي الأمور بميزان خاطئ. يقول أنا أدفع رشوة 10,000 وأتحصل على 100,000، ما زال يحسبها أنه رابح 90,000، ولا يحسبها بميزان الله، لا يحسبها بأن هذه 90,000 أصبحت هي حرام سحت لا قيمة لها، وأنها يعني ستنتهي وتتلاشى، وهو خبيث مهما كثر فهو إلى نهاية وإلى اضمحلال. لا ينظر إلى هذا، ولم ينظر النظر العاجل، يقول أني حصلت 10,000 ولا يعلم العواقب. الله عز وجل أحكم الحاكمين، بارك الله. أحكامه يجب التقيد بها والالتزام بها حفاظا على حق الله تبارك وتعالى. طيب شيخ، أنا بس ورد في خاطري سؤال لا علاقة بما ذكرت، وهي نوع من الحيلة. بعض الناس يقول لك أنا أسهل لك إجراءاتك، لكن أنا لست موظفا في المصرف، يعني أنا عبارة عن وسيط نسهل لك، عندي علاقات. وهذا موجود اليوم في دنيا الوساطات والحيل والبزنس كيف ما يقولوا. يقول لي أنا مش موظف في المصرف، ومحصلين فتوى، نسمع من هنا وهناك فتوى يقول لك إذا كان موظفا في المصرف فلا يجوز له، لكن إذا كان خارج المصرف فهو له أجرة أو مقابل على جهده وعلاقاته وهلم جرا من هذه التعليلات. يعني كيف نجيب عنها؟ هذه سلسلة من سلسلة، لأن هو هذه الوساطات الرشاوى في الوضع الآن الموجود اللي نراه لا يكون أحيانا فيها حتى وسيطا واحدا، أحيانا تكون فيها وسائط متعددة بحيث يخفون أثر الجريمة، لأن تطورت الآن الحياة تطور كبير. بدل ما كانت الرشوة مباشرة صارت بواسطة، الواسطة ربما تكتشف بسهولة، صارت تعقد الأمور. ونحن نعلم الآن يعني غسيل الأموال، ونعمل التحايل اللي يصير في الأكل المال بالباطل والحرام، هذه كلها لإخفاء الدليل المادي، الأدلة المادية على الجريمة. لأنهم يعرفون أن الرشوة هي جريمة في القوانين، فطبعا بحيث أن يخفون أثر الجريمة أحياناً يلجؤون إلى وسائط متعددة. لكن هذه الوسائط سواء كانت واسطة مباشرة أو غير مباشرة، ولو كانت العاشرة ولو كانت بعد المئة، كلها حكم واحد. بارك كما الله. تقدم في القتل، التعاون على القتل، القتل يعد الجميع اللي تعاون عليه قتلة، الذين تعاونوا على الحرام على الرشوة يعدون جميعاً كلهم آكلون للحرام لا فرق، سواء كان يشتغل في المصرف لا يشتغل في المصرف، يعني أي صورة قدم بها نفسه. نعم. مدام هو كان واسطة وقنطرة للوصول إلى هذا الحرام. نعم. فهو آكل للحرام وراضي به، ولا يختلف عن الموظف المصرف أو غيره. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، طبعا نحن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا على الشاشة. سؤال آخر دكتور له علاقة بهذا الموضوع، موضوع الاعتمادات. إن بعض التجار لما يتحصلوا الاعتماد، وكما ذكرت يحصلوه بسعر مخفض، وهو دعم للسلع الغذائية بحيث تتوفر في السوق ويتحصل عليها المواطن بسعر يناسبه، يناسب دخله. فبعض التجار يتحصلون على هذه الأسعار، لكنهم عند بيع البضاعة يبيعونها بسعر الدولار من السوق. يعني إذا اشترى الدولار بجنيه و30 مثلا من المصرف، يبيع على اساس دينارين وربع، لانه وصل دينارين وربع حسب علمي. هذا الربح الفاحش الكبير هل هو يعتبر يعني مقبول، وانه هو البيع عن تراضي والدخول في هذه المساحه من باب البيع ما دام هو السعر معلوم والسلعه معلومه والمشتري راضي، خلاص العقد صحيح والمكسب حلال؟ هذا في الواقع يرجع بنا إلى نفس النقطة السابقة. نعم. من التحايل على الأمور المحرمة بإلباسها واجهات ظاهرها أنها مشروعة وأنها حلال. هي الدولة عندما أعطت هذه
الميزة لهؤلاء الناس خصوصا دون غيرهم من يريد مثلا، وخصوصا فيما يتعلق بمسائل القوت، مسائل الغذائية، الأكل والشرب اللي هو ضروري الناس كلهم محتاجون إليه، والشريحة العريضة من عامة الناس دخولهم محدودة لا تسمح لهم دخولهم بأن يشتروا قوتهم الضروري بالأسعار التي صارت يعني ترتفع ارتفاعا جنونيا. نعم. فالمسؤولون بارك الله فيهم تركوا هذا الأمر فرصة للتجار الذين يستوردون هذه المسائل، وذلك علمنا مؤخرا أن كثير من السلع أوقفوا الاعتمادات فيها لأنها تعد غير ضرورية. نعم. وجعلوا هذه الاعتمادات التي تعطى هذا التسهيل وهو شراء الدولار بالسعر المخفض جعلوه خاصا بالسلع الضرورية. لماذا فعلوا هذا الأمر؟ فعلوا هذا الأمر من أجل أن يجعلوا الناس الذين يأتون بهذه السلع يرحمون عباد الله، يرحمون عباد الله، ويتقيدون في أرباحهم بالأرباح المعتادة. أما أن يعطوا هذه الفرصة ويعطوا هذا المال بناء على هذا الشرط، لأنه هو هذا اللي من أجله أعطوا هذا المال، ثم بعد ذلك عندما يأتون بالسلع يتنكرون لهذه الشروط ويتنكرون لهذه الفرص التي خصوا بها، ويرجعون بالأسعار إلى ما كانت عليه، حتى كأنهم اشتروا المال من جهات أخرى من السوق الموازية. نعم. هذا في الواقع خيانة للأمانة وتحايل على أكل أموال الناس بالباطل، لأن هذه أموال الفقراء. نعم. أموال المستضعفين. لماذا خفت الدولة هذا؟ لتحافظ على أموال الناس المستضعفين، بدل ما يشتري هذه العلبة باثنين دينار الدولة تريد أن يشتريها بدينار فقط، لأن هذا الذي يناسب الأخلة. فعندما تجعلها أنت له بدينار وتجبره على ذلك، مع أنك أعطيت المال من أجل أن تجعلها بدينار فقط، عندما تأخذ الدينار فكأنك تأخذه من جيبه من غير رضا، أنت آثم في هذا ولا يحق لك ذلك. فإما أن تلتزم بما طلبته منك الدولة لأن أعطتك هذا التخفيض تلتزم به وتتقيد به. نعم. وإذا كنت لا تقدر على ذلك فيجب عليك أن تعفي نفسك من هذا الأمر، لأن هذا الأمر في غاية الخطورة. هذا الأمر يعني أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بحيث لا يشعرون، تحت غطاء أن هذا بيع وشراء وأن هذا عن تراضي وكذا، لكن ليس هو تراضي، لأنك لو استشرت هذا الفقير وهذا المحتاج واللي دخله لا يسمح له أن يشرب ووجد نفسه مضطر أن يشتري منك، لو سألته على ذلك ووضحت له الحقيقة لا فعل معك ما يعني لا تتوقعه. الله المستعان. بارك الله فيك دكتور. لا شك أن مقصد الدولة هو الحفاظ على الأسعار وحتى تكون السلع في متناول الجميع. طيب بعد إذنك دكتور نستقبل أولى الاتصالات. عبد الرؤوف. نعم يا عبد الرؤوف. عبد الرؤوف تفضل. عبد الرؤوف. نعم يا عبد الرؤوف. عليكم السلام. مبروك مبروك ان شاء الله شيخ. حياك الله عبد الرؤوف. مبروك مبروك. الله يبارك فيك يا عبد الرؤوف. مبروك يا اخوي مبروك اسمعي. انا اظن نقول لي مبروك مبروك عليش، قلت لك الله يبارك فيك. يا سيدي ان شاء الله ديما مبروكين يا مبروك يا مبروك. تفضل يا مبروك. بارك الله فيك. ربي يحييكم ان شاء الله، ربي يعاونكم. الله يسلمك يا مبروك والله. تفضل يا اخوي. اني عندي سؤال ننسفك عليه اخوي. اني قيم في جامع. قيم في مسجد. طيب. ايه معي واحد ثاني، معي والجامع اللي فيه هنا معي واحد ثاني صاحبه، ايوه يطلب فيا نطلب فيه معاوني. ايوه الجامع هو ماهوش هذاك الجامع كبير كبير، فيه اربع حمامات حشاك معاوني. ايوه الجامع ما فيش ولا مشاكل، حرام برزقي نمشي والله نمشي، مانيش مبطل عنا ماشي. ايوه حتى صاحبه اللي نمشي لا يطلب فيه يقول لي عدي يا مبروك، لا مانيش مبيع الجامع ماهوش هذاك الكبر. ايوه طيب. رزقي حلالي ولا ايه بالله عليك جاوبوا لي عليه. بارك الله مبروك. انت تتناوب انت وصاحبك يعني على القيام بخدمه المسجد. ايه يا سلام يا شيخ، مين مكاني بعيد المسجد اللي في نيج، نمشي بعد ثلاث ايام، نمشي بعد اربع ايام. ايوه الجامع هو ماهوش نظيف، الجامع ماهوش مسخ ولا شيء ما شاء الله.
قائم بعملك انت ان شاء الله. يا سلام. ايوه الله فيك. يا شيخ بارك الله فيك يا مبروك شوي. بارك الله فيك يا مبروك. بارك. احمد تفضل يا احمد. لا نزيده ما عندنا مشكله. احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا احمد. عليك يا شيخ. مرحبتين بيك يا احمد. اخبارك؟ الله يسلمك. والله سؤالك اخوي احمد. سؤالي يا اخي بارك الله فيك. طيب شكرا. اي ما عاش في مداخلاته. كل اناء بما فيه ينضح. هذه بضاعتكم وهذه تربيتكم وهذا تهذيبكم يا سيدي. ان شاء الله ان شاء الله ربي يهديك. ف اعطيني الشيخ. طيب دكتور نرجع لمحاورنا بارك الله فيك دكتور. في موضوع المصالحه تكلمنا احنا في الحلقه الماضيه عن موضوع المصالحه ومن هو المخول بالمصالحة، وحذرنا أنه حيصير هناك لبس وكلام، وهناك من فهم الكلام على غير مرادي، وهناك من أراد أن يفهم غير ما تريد وأراد أن يفهم الناس أن الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا ضد المصالحة، وأنه هو إنسان يعني لا يريد حق الدماء. وروجت بعض وسائل الإعلام التي يعني يشاهدها مثل من سبق أحمد وغيره، هذه ثقافتهم وهذه ألفاظهم ومفرداتهم. فحتى أن الأمر وصل أن رابطة علماء ليبيا المعروفة في البيضة، وهذه طبعا أنت عارف مؤسسها الدكتور عارف النايض سفير ليبيا في الإمارات، أخرجت بيانا اللي لفت انتباهي أنها هي أيضا لم تفهم مرادك. لكن اللي شدني تحديدا في مقطع نريد الرد عليه وزيادة الإيضاح، ولا أتيح لك الفرصة في آخر الحلقة، ذكروا في هذا المقطع يا دكتور إن قالوا إن دعاوى أو دعوى الصلح لا يتولاها أفراد الأمة بأنفسهم، بل لابد أن يتولاه ولي أمر المسلمين، وهذه دعوى مصيبة في أمر واحد فقط وهو الصلح بين المسلمين وغير المسلمين، نص على ذلك الفقهاء. أما الصلح بين المسلمين في أنفسهم فغير داخل في هذا، يعني ممكن أفراد من المسلمين يعني يتولون الصلح، بل أفراد الأمة جميعا مأمورون بالسعي في الصلح بذلك. ثم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بالصلح ودعا إلى الصلح، ونقلوا كلاما من كتاب الأم في الشافعي للإمام الشافعي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم ختموا كلامهم وهذا الذي هو بيت القصيد: فالتسوية بين الأمرين والدعوة إلى مزيد من الاقتتال وإلزام الناس بالرجوع إلى المؤتمر الوطني أو رئاسة الأركان غير صحيح شرعا وعقلا، بالإضافة إلى عدم وجود ولاية شرعية للمؤتمر الوطني لانتهاء مدته، والممثل الشرعي للبلاد هو البرلمان المنتخب وحسب. وكأن رابطة علماء ليبيا لا تعترف بحكم القضاء. أفسح لك المجال دكتور للرد على بعض الشبهات الذي خشينا كما أسلفت في حديثي من الحلقة الماضية، لكن في من يصطاد وإذا قلت يمينا قالوا شمالا. تفضل دكتور. نعم، ونرجع إلى ما قلناه سابقا أننا دائما نعرض عن علاج الأسباب ونتعلق بالأعراض. نعم. ومعاذ الله أن نكون ممن ندعو إلى القتل وإلى الدماء، بل بإذن الله ندعو إلى المصالحة الحقيقية التي تحقن الدماء، لأن معنى حكم الدماء كما تقدم في حلقة سابقة، حقن الدماء هو حكم شرعي، لابد أن نعترف بهذا، لأن الله عز وجل أحيانا أمر بالقتل، أمر بالقتل، قال ولكم في القصاص حياة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا أمر بالقتل وليس قتل، قتل لكنه قتل بحق. نعم. إحنا لا نريد القتل بغير حق ونحن ضده، لكن لأجل أن نصل إلى ألا يكون القتل إلا بحق، لابد الخطوة الأولى فيه هي قطع أسباب القتل. لما نقطع أسباب القتل ينتهي القتل. جميل. عندما يأتي كل من دب وهب ويعقد مصالحة
مع ناس أنت تقاتلهم الآن لثلاثة أربع سنوات من أجل خلاف مبدئي بينك وبينهم. عندما يعني تلملم الأمر بهكذا صورة ظاهرها المصالحة وعندك أشياء حقيقية هي اللي سببت هذا القتال الآن، نأخذ مثلا على مدى السنة الماضية فقط، ما الذي سبب هذا القتال؟ هو قطاع الطرق. كان الإنسان في طرابلس أو في غيرها من المدن لا يستطيع أن يخرج بسيارة حتى نصف عمر، ليست جديدة، لا يستطيع. طريق المطار وطرق كثيرة وغط الشعاع إلى آخره، إذا خرج خلاص لا يرجع. هؤلاء العصابات هم اللي كانوا سببا في هذه المعارك اللي ذهبت بالعديد من الأرواح البريئة من أجل إقامة الحق ودفع الظلم على الناس، لأن قطاع الطرق لما ينتشر في مدينة وفي بلاد معناها ظلم مع الناس عامة، ما في حد يبقى آمن أبدا. فعندما وقعوا هذا الصلح جماعات من بعض الكتائب من بعض المدن وجاؤوني واستشاروني، قلت لهم هذا لا يليق ولا يتأتى، لأن هذا يترتب عليه بعد ذلك محاذير كبيرة، كل ما يترتب عليه من سفك دماء تحملوا أنتم مسؤوليتها. أرجع بهذا الأمر إلى ولي الأمر، ولي الأمر هو المخول، لأنه إذا رأى مصلحة في هذا يقره. ومن الشروط التي هي لابد منها أن يتم تسليم المجرمين، الأسباب الحقيقية هاي الآن جربناها الآن أسبوعين بعد ما تجروا ووضعوا هذا التوافق اللي يسموه توافق حق الدماء. الحق الدماء لأمس فقط مدير شركة المدار مختطف من مكتبه، أنتم مكنتم المجرمين أن يرجعوا وأن يعيدوا الكرة، وقعقاع وصواعق وجيوش مجرمين ورشفانة لمعروفين مطلوبين للقضاء رجعوا وصاروا على مشارف المدينة وصاروا يمارسون أعمالهم كالعادة تحت غطاء المصالحة حق الدماء. هل هذا حق الدماء؟ أبدا، هذا كذب، هذا تزوير. من يدعي أن هذا حق الدماء فهو إما أن يكون يعني لا يعلم ما يفعل، وإما أن يكون وأيضا لا يريد أن يحقن الدماء. فحقن الدماء شرطه الأساسي أن نقطع أسباب سفك الدماء. الآن طريق 27 رجع إليها قطاع الطرق ويمشطونها، أول أمس مشطوا سفير أخذوا منه حتى خاتمة. ما ردكم على هذا؟ طبعا هذا هو أبعاد أخرى دولية، المقصود هو ليس خاتمة ولا كذا، لكن ليبين أن العاصمة رجعت إلى ما كانت عليه ولا يمكن السفراء أن يرجعوا إليها، ولا يمكن أن تستقر، ولا يمكن أن تكون دولة. أما قوله من الصلح لبين المسلمين لا يشترط فيه أن يكون ولي الأمر، وضربوا مثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح جماعة من المسلمين وذهب وقال أن نذهب لنصالح بينهم وكذا، أسألهم النبي صلى الله عليه وسلم من يكون؟ هل هناك ولي أمر غيره في ذلك الوقت؟ كيف هذا التضليل؟ كيف هذا التجهيل؟ كيف هذا التزوير؟ صلح الحديبة الذي يستدل النبي ويقول هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، من قام به؟ قام به ولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل عندما أراد بعض الرعية أن يتدخل في صلح الحديبية منعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما نعلم القصة مشهورة، كثير من الصحابة كانوا غير راضيين وقالوا لما نعطى الدنيا في ديننا، واعترضوا على الصلح. لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الأمر في الصلح، بل جعله لولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال امحوا كذا واكتب كذا. هذا حجة عليهم، حجة أن الصلح لا يكون إلا من ولي الأمر، لأنه يخضع إلى المصلحة. صحيح الصلح قد يكون من مسلمين في المسائل الخاصة، الصلح بين الرجل وزوجته، بين اثنين متخاصمين، بين واحد أخذ مالك وشجار خاص، هذا صحيح كل حد يسعى فيه. لكن الصلح العام لحق الدماء، الصلح العام اللي يعطي الأمان لوطن، لناس متحاربين مقاتلين، يعني أعلنوا الانقلاب على الدولة وبغاة، وأنتم تقاتلون منذ 3 سنين على أنهم بغاة أو أقل من ذلك أو أكثر تقاتلون، ثم تقول هذا صلح يسري فيه، يعني هذا عبث بالأدلة الشرعية. نعم. وكلام غير صحيح. نعم. ثم هناك شيء آخر. نعم. هذه الرابطة اللي سميت رابطة علماء ليبيا، وكما ذكرت يترأسها سفير ليبيا في الإمارات، وهو ينسب نفسه إلى التصوف وإلى الدين وإلى كذا، أي نأسف أنه كيف آخر المقال كما ذكرت يقول ليس هناك ولي شرع إلا برلمان طبرق فحسب والمؤتمر انتهت ولايته. طيب أريد أسأله وهو مسلم الآن، أسأله وهو مسلم،
أقول له وبرلمان طبق اللي تعترف بشرعيته هو الذي مكن حفتر الآن وهو يدمر بنغازي وسفك فيها من الدماء ما سفك، وقادة هذا القتال الذي يقوده حفتر الصغير فيهم، القائد الصغير فيهم يقول لا أريد شرع الله. فبالله عليك بربك يا من تتكلم باسم رابطة العالم الإسلامي وتناصر هذه الفئة، هل بقي شيء لك من الإسلام؟ تناصر شخص يقول أنا لا أريد شرع الله وتقول هذا هو ولي الشرع الوحيد في ليبيا، نريدك الليلة وأنت ترجع إلى مضجعك أن تراجع نفسك لتعلم بماذا تلاقي ربك يوم القيامة. أنت تقول هذا هو الولي الشرع الوحيد، والولي الشرع الوحيد هو الذي ينصب من يقول لك لا أريد شرع الله. اللهم استعان. بالله عليك أجبني. اللهم استعان. ثم يا دكتور، البيان الذي أخرجته الرابطة مكتوب المكتب الإعلامي لرابطة علماء ليبيا، لا نعرف من وقع عليه ومن العلماء الذين ذكروا، كأنه هو مكتب خاص والله، أو ما تعليقك؟ أكيد أنت اطلعت عليه البيان الرابطة. أي للأسف هذا يدلك على الموضوع، يعني رابطة علماء ليبيا رئيسها هو العالم الفاضل الشيخ عمر مولود عبد الحميد، هذا يعني من كبار الشخصيات العلمية في ليبيا، وهو عضو بارز في مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، هذا هو رئيس رابطة علماء ليبيا. عزلوه لأنه اشتغل مع الجبهات في الجهاد ورجل مجاهد ولا يخاف الحق لو ما تلائم، وكانوا في الأول رفعوا قدره وأشادوا به، لكن عندما أراد أن يكون على الحياد ويقول كلمة الحق ولا يجامل فيه عزلوه من هذا المنصب، وصارت البيانات بعد ذلك تخرج باسم المكتب الإعلامي. لا أدري هل المكاتب الإعلامية هي التي تصدي الأحكام وتصدي الفتاوى في الوقت الذين هم يلومون ويقولون نحن من زمان طالبنا ألا يكون هناك استبداد بالفتوى في ليبيا، وأن هناك أن يكون هناك مجلس هو اللي يصدر الفتاوى. المجلس اللي يصدر الفتاوى هو موجود، مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، هذا يصدر الفتاوى. هناك مجلس في دار الإفتاء تصدر به الفتاوى كل يوم، توقع باسم مجموعة من العلماء كل يوم، لذا أي زائر يستطيع أن يزور دار الإفتاء ويأخذ نموذج أي نموذج من الفتاوى يجد مدير بالأقل على 3-4 من العلماء يوقعون على هذه الفتاوى. هناك مجلس آخر لفروع دار الإفتاء المنتشرة في ليبيا كلها. نعم، بارك الله فيك. الأمر الذي يتكلمون عنه ويقول هو غير موجود هو موجود فعلا، لكنهم لا يريدون إلا مفتي يعني يبصم ويقول ما يريدون، لا يريدون مفتي أن يقول الحق، لأن رئيس الرابطة لما استقل عنه وأراد أن يقول الحق عزلوه من منصبه. فالأمر في أن تصدر فتاوى باسم الرابطة ويقع عليها يعني مكتب إعلامي، هذا مهزلة ومضحكة يعني من لا وجود لها في أي مكان في العالم، يعني أن هيئة علماء تصدر أو أحكامها وبياناتها وقراراتها باسم المكتب الإعلامي فيها، لا يوجد هذا في أي مكان في الدنيا. كلام عبث، كلام يعني في غاية السوء، ولا يمكن حتى يسوق الناس ولا يستحق التعليق عليه. وهم ديدنهم هكذا دائما، دار الإفتاء مستبدين وطغاة ويتحكمون في الفتوى، ونريد الفتوى أن تكون شرعية. هم حاولوا في السابق، أتوا إلى وزير الأوقاف، وزير سابق الأوقاف، وأتوهم الإمارات، هناك السفير أتى بنفسه وقال له والله نريد أن نعمل يعني فتوى مشاركة بين وزارة الأوقاف وبين دولة الإمارات العربية. انظر إلى أي حد وصل. بارك الله فيك. هم يريدون مفتي، عاوز إيه يا رئيس؟ هذا اللي يبوه المفتي، وإن شاء الله رسالة بلغت ورابطة علماء ليبيا، نحن يعني نرجو أن تكون لها أثر، لكن ليس بهذه الكيفية وهذه الصورة التي لا تنم فيها علماء نجلهم، فيها علماء نجلهم ونقدرهم، لأنهم نزع أيديهم من الارتباط بهذا السوء الموجود الآن، واللي يسمى المكتب الإعلامي والتضليل هذا، وبرلمان طبرق ولي الأمر، وبرلمان طبرق جنوده وجيوشه تقول لا نريد شرع الله، كل مسلم يتبرى. بارك الله فيك الدكتور، بارك الله فيك.
انتهى وقت البرنامج ولازال في الجعبة شيء الكثير، وإن شاء الله نواصل الحلقة القادمة بإذن الله دكتور. جزاك الله خيرا. أحسنت، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر وإياكم صاحب الفضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ صادق عبد الرحمن الغرياني. حتى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.